مساء الخير وأهلا وسهلا بكل متابعينا في جميع أنحاء العالم أينما كنتم في جولة جديدة ورحلة جديدة من رحلاتنا من داخل ملبن أستراليا وتحديدا من استوديوهات أنطون برودكشن. اليوم ضيفتنا بالاستوديو الدكتورة العراقية المغتربة المقيمة في أستراليا السيدة ماريان سامي القسمتي. أهلا وسهلا دكتورة ماريان. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا لقبولك الدعوة ومجيئك لاستوديوهات أنطون برودكشن. شكرا لكم أيضا لاستضافتنا في استوديوهات أنطون برودكشن. نعم راح أخليك تعرفين نفسك بنفسك أمام الكاميرا للمشاهدين. شكرا لك رفل. أنا الدكتورة ماريان سامي القسمتي من العراق، تحديدا من بلدة بخديدة. صار لي تقريبا 9 سنين في أستراليا. أنا أشتغل حاليا كبروجكت أوفيسر في رويال تشيلدرن هوسبيتال، وأيضا أشتغل مع منظمة صحة المرأة مالتي كالتشرال وومن هيلث سنتر بالسيتي. وأيضا تم اختياري قبل كم شهر كسفيرة للمهاجرين العاملين في أستراليا، خاصة في ولاية فيكتوريا. شكرا لكم. نعم يعني مثل ما دا أشوف حضرتك نشيطة في أستراليا بالاختصاصات والأنشطة الموجودة في المجالات الحيوية اللي تخص المواطنين بشكل عام اللي يسكنون في ملبن تحديدا. طيب اليوم الموضوع اللي راح نركز عليه هو سلامة العاملين. نعم. نعم باعتبارك سفيرة مثل ما ذكرتي سفيرة. نعم. للعاملين. شلون تم اختيارك لهذا الدور وهذا التكريم؟ أكيد هو هذا شيء يعني تكريم مميز يضاف للأرشيف لمسيرتك وحياتك، شلون تم الاختيار؟ أكيد أفتخر أنه تم اختياري لهذا المنصب. الاختيار جاء عن طريق العمل اللي أشتغل فيه. المدير رشحني أنه أسوي تريننج وياهم، تدريب لمدة 2 أسبوع، وبعدين أنطونا شهادة كسفيرة للعرب العاملين في ملبورن. أكيد أكو معي تقريبا 24 واحد وياي من مختلف بلدان العالم، كل واحد هو سفير لبلده. نعم طبعا أعزائي المشاهدين، موضوع سلامة العاملين في العمل وأثناء وقت العمل هو من الأمور المهمة جدا واللي تراعيها الحكومة الأسترالية بشكل عام واللي يهتمون بها أصحاب الأعمال بشكل خاص، لأن هذا موضوع يعتبر مصيري للعمل والأعمال وللعاملين أيضا. ودكتورة ماريان راح تتكلم لنا عن هذا الموضوع الذي يعتبر شائك خاصة بالنسبة للمغتربين الموجودين في أستراليا، لأنه احنا نعرف قوانين كل بلد تختلف عن الآخر لحماية العاملين وحقوقه من إصابات العمل وما شابه. شلون على العامل راح يفتهم حقوقه أثناء العمل إذا تعرض لإصابة ما؟ هو هذا دوري أنا أكيد، لهذا تم اختياري كسفيرة للعاملين في أستراليا. دوري هو أنه نسوي كندوات تعريفية، نعلم المهاجرين حقوقهم، نشارك وياهم معلومات اللي تجي من المايجرانت وركر سنتر اللي هو المركز بالسيتي اللي تم انتخابي كسفيرة هناك. دوري هو أيضا أنه تعميم هاي المعلومات لكل المهاجرين باللغة العربية وباللغة السريانية. نعم هو هذا أيضا كان سؤال آخر أجبتي عليه، أنه حضرتك يعني أثناء الدورات التثقيفية للعمال تتكلمين اللغة العربية واللغة السريانية. طيب شنو أهم القوانين اللي على العاملين أن يعرفوها؟
أكيد في قوانين كثيرة هنا، وقوانين أستراليا تختلف أكيد عن بلداننا أيضا، وفي تشابه وفي اختلاف مثل ما قلنا. أهم قانون هنا هو قانون سلامة العمل. قانون سلامة العمل بأستراليا قانون كلش قوي هنا، ودائما يقولون أنه كل واحد يشتغل هنا إلى نفس الحقوق، إذا كان مهاجر وإذا كان أسترالي اثنيناتهم نفس الحقوق عندهم. الحقوق في العمل أنه يكون مكان العمل أمين سليم، فرضا إذا بدك تشتغل في معمل المكائن كلها لازم تكون يشيكوها، يسووها تشيك كل فترة، حتى إذا أكو أي عطل أو أكو أي غلط بالمكينة من حقك أنه ما تشتغل على هاي الماكينة، وكل هذا أكيد لسلامة العامل وسلامة الموظفين في مكان العمل. طيب هل ساعات العمل أيضا تدخل من ضمن إطار سلامة العاملين؟ أكيد سلامة ساعات العمل أكيد، حتى ساعة الدفع لكل ساعة أكيد، مثل ما تعرفون هنا بأستراليا كل سنة يتغير الدفع للساعة بالنسبة للساعة. السنة الفاتت تغير الدفع وكل سنة يزيد أكثر. السنة الفاتت صار تقريبا 19.50 سنت، هذا أقل ما يمكن دفعه للعامل. فإذا أكو إحنا مثل ما نعرف أكو ناس تشتغل بدفع أقل وهذا غلط، ويقدرون يبلغون على رئيس العمل إذا ينطيهم أقل من 19.50 سنت. وشنو راح يكون الإجراء بهذا الموضوع؟ لأنه نعرف موضوع المعاشات أو الرواتب للعمال موضوع مهم لتكملة عصب الحياة، فإن كان الحد الأدنى مثل ما قلتي 19.50 سنت، شنو الممكن أن يصير؟ ممكن يصير أول شيء ممكن تبلغ على رئيس العمل مثل ما قلنا، تتصل بميجرانت وركر سنتر اللي هو بالسيتي، وعندهم متحدثين بكافة اللغات ومن ضمنها اللغة العربية، ممكن تسأل على اللغة العربية ويحولوك على العامل اللي دا يشتغل هناك باللغة العربية، يتكلم معك بلغتك العربية إذا الإنجليزية مالتك مو زينة. اللي راح يصير أنه ممكن تطلب منهم من تخابرهم ما ينذكر اسمك خصوصية ولا تنذكر أي تفاصيل عنك، فقط أنه تريد تبلغ على ساعة العمل اللي تم دفع لك كانت أقل من 19.50. وهم عندهم أيضا اتصال مع دائرة أخرى اسمها الورك سيف اللي هي منظمة دائرة حكومية بالسيتي أيضا، ممكن يتصلون بالورك سيف، والورك سيف عندهم مثل مراسلين يدزوها على مكان العمل ويشوفون إذا أكو غلط بالعمل أو إذا أكو مثلا حقوق ما ينطوها لباقي العمال. أو ممكن تتصل بـ Community Legal Centers اللي هي مثل مراكز قانونية في كل منطقة في مالبون، أكو هاي المراكز القانونية عندهم محامين يشتغلون وياهم. طبعا من تتصل بهم راح ياخذون تفاصيلك أيضا، الاسم العنوان شنو مكان العمل، وممكن أيضا تطلب البرايفسي والكونفيدنشياليتي أنه ما ينذكر اسمك، لأنه هذا المحامي اللي راح ياخذ هاي التفاصيل راح يدز رسالة لرئيس العمل ويتصل بي يقول له أنت هل قد دفعت لهذا العامل؟ فالقانون في أستراليا هو هيك يقول 19.50، أنت المفروض تدفع له باقي المستحقات، أو في حال أنه تم الرفض ممكن يحولوه على المحكمة. إذن الخطوة الأولى لما يستلمها المحامي هو تبليغ رب العمل أو صاحب البزنس بالمشكلة، إيميل أو يخابره، نعم بالمشكلة اللي صارت، وإلى أن يتم التفاوض على الموضوع وحل المشكلة، وإذا ما انحلت المشكلة فإذا ترفع القضية للمحاكم الأسترالية. مثل ما يعني استنتجنا من هذا الحوار البسيط، للعاملين حقوق حتى بدفع الرواتب، إن كان الراتب المستحق غير مدفوع فالحكومة ولدوائر معينة مختصة بهذا الموضوع سوف تحمي العاملين من الوقوع في هكذا مصيدة قد تكون أو مطبات أو مشاكل، لضمان سير القانون بشكل سليم على الجميع. أعزائي المشاهدين نروح وياكم فاصل، ابقوا ويانا حتى نتعرف أكثر على موضوع سلامة العاملين أثناء العمل، ابقوا وياي.
بس خبرت صعب منا خليتي بينا قدالي بيب خمنا قولا يا ونا نبس طاب مخبنا تاور قليب بيب وغزيلة جانا واخ مش بن خياتو قراية نفشي مخ هم منو غيبتي رابي بينا مالك تبي تبرش منا الفاصل القصير أعزائي المتابعين وين ما تكونون بأنحاء الكرة الأرضية رجعنا وياكم على الموضوع المهم بالنسبة لسلامة العمال في أستراليا لأنه إحنا مثل ما ذكرنا أنه القوانين في أستراليا لحماية العاملين أثناء العمل تختلف من بلد لأخرى فما زلنا مستمرين مع الدكتورة ماريان القسمتي بهذا المجال لتتكلم لنا أكثر طيب دكتورة يعني فلنفرض أنه أحد العاملين صار عنده إصابة شلون ممكن أن يعني أو يعني بصيغة أخرى كيف يمكن تقديم المساعدة له أو من أين يمكن الحصول على المساعدة؟ أوكي. في حالة حدوث إصابة مثل ما قلتي في مكان العمل
أول إجراء اللي هو أهم شيء إنه تبلغ المدير العمل وتبلغ أكو كل دائرة هنا بأستراليا ما يسموهم بسفير السلامة أو مسؤول السلامة في مكان العمل. ثاني شيء المفروض أكو مثل تقرير اسمه incidental report، هذا لازم تتليه، لازم تمليه هذا الفورم بعد الإصابة، والمعلومات بهذا الفورم لازم تكون كلها صحيحة. والأفضل إنه اللي يملي هذا الفورم يكون محامي، لأن هو يعرف يرتب المعلومات بصورة صحيحة. لأن في حالة أي غلط في هذا الفورم من تروح للمحكمة ما يكون من صالحك، وما راح تحصل التعويض بالصورة اللي المفروض أنت تحصلها. فالقوانين هنا في أستراليا من ناحية السلامة في العمل مثل ما قلنا تختلف عن باقي البلدان، أكيد هنا القوانين قوية وتحمي كل العاملين، لأنه الهدف أكيد من واحد يروح يشتغل أنه يشتغل في بيئة سليمة، في بيئة آمنة، حتى بنهاية اليوم يروح يرجع يقعد ويا عائلته ويا أولاده. لهذا دائما احنا نركز على القوانين السلامة، أي خطأ أو أي شيء موجود، فرضا أنه أنت دا تشتغل في معمل وشفت انه الماكينه صار بها غلط، انت من حقك تقول انا ما اقدر اشتغل بهاي الماكينه او ما اقدر اشغل هاي الماكينه، تتوقف عن العمل، تتوقف عن العمل نهائي وتكتب ريبورت عن هذا الموضوع. الريبورت ايضا لا، في حاله انه اكو غلط انت ما تكتب ريبورت، فقط في حاله الاصابه اذا تمت اصابتك في العمل. بس في حاله انه اكو غلط بالماكينه مثل ما قلنا انه المفروض تبلغ رئيس العمل. وإذا أنت في ناس مثلا خاصة بالنسبة للمهاجرين يخافون، لأنه يقول راح يبطن لي من العمل إذا أقول لا أنا ما أشتغل على هاي الماكينة. في شخص ثاني اللي هو المسؤول السلامة الـ HSR، في كل مكان عمل أكو الـ HSR ممكن تبلغه، وراح يكون أيضا مثل ما قلنا ما راح يحكي أي تفاصيل أنه أنت بلغت، ولا راح ينطي اسمك للمدير، مجرد أنه شغله هو هذا راح يروح يستكشف إذا أكو غلط بالمكان. في حال أكو غلط بالمكان راح يخابر الورك سيف، وهناك هم راح يدزون واحد من يمهم اللي هو الانسبكتر، راح يجي يشوف شنو الغلط بالمكان، ومن حق هذا اللي راح يدزوه يوقف العمل كاملا، حتى لو الشركة كلها راح تتوقف هذا من حقه يقدر يوقفها إلى أنه يصير المكان أو الماكينة سالمة آمنة للعمل، يلا راح ترجع أنت تشتغل عليها. طيب دكتورة، احنا دا نتكلم هنا في مجال أو في محيط معمل. طيب إن كنا خارج المعمل مثل ما نعرف هناك أي دائرة كثير الكثير والعديد من الأعمال الصعبة بالنسبة للبدنية، يحتاج لها مجهود، عمال البناء هذول شلون يتصرفون؟ هل هناك مثلا العامل اللي يصعد على لازم طوابق عالية، زين شنو هاي القوانين السلامة بالنسبة إلى؟ وطيب إذا صارت إصابة، يعني مثلا وقع من الأعلى أو كذا هو ما مأمن نفسه، لأنه حسب يعني أنا المعلومات عندي العامل ما يصعد إذا ما يكون مثلا عنده سلينك يسحبه في حالة السقوط أو خوذة والسترة أيضا. طيب ما راح أحكي عن، هو موضوع متشعب أكيد، فراح نحكي باختصار، ما راح نحكي أيضا عن ضربات الشمس شلون راح تتم أثناء، لأن احنا نعرف في أستراليا الشمس مضرة بالنسبة للعمال خاصة عمال البناء. خلينا نرجع على الشطر الأول من السؤال، إذا صعد العامل وهو ما عليه يعني ما مطبق إجراءات السلامة والسيفتي وصارت الإصابة العمل، شنو راح يكون أكو من تعويضات وشنو الإلة وشنو العليه؟ والطبابة على منو يعني تتحملها؟ سؤالك هنا كلش مهم، خاصة مثل ما قلتي في عمال البناء اللي هي الكونستراكشن سايت هواية يصير مشاكل خاصة للمهاجرين، تقريبا دبل نمبر 2 أكثر
عن الأسترالي، لأنه مثل ما نعرف هنا المهاجر راح يجي يشتغل أي شغل كان، بس المهم على مود أنه يبدي حياته من جديد، خاصة اللي راح يجي هنا ويكون شوية وضعيته المادية صعبة، فراح يشتغل مثل البناء. أي شيء يصير بالبناء في حال أنه كان مثل ما قلتي طلع على سلم أو ما عنده السيفتي هات أو أي شيء، كلها هاي في حالة صار مشكلة بالعمل أو صار حادث، المسؤولية راح تكون على مسؤول العمل، على المدير، وهو المفروض في حال أنه صار حادث لا سمح الله لازم يبلغ، لأنه قبل فترة صار مشكلة أيضا بالكونستركشن، كان أكو واحد دا يشتغل وما بلغ، وقع من السلم من فوق السقف لي جوا وما بلغ لأنه خاف من المدير مالته. المدير قال له إذا تروح هسه للمستشفى أنت مفصول عن العمل، وأنا راح أقول أنت ما كنت تشتغل يمي. فهو خاف رجع قاع صعد مرتلخ على السقف كمل الشغل. ثاني يوم صار عنده إصابة بالظهر، إصابة كبيرة بالظهر، فالغلط أنه هو ما بلغ. طيب ولو أنا دا أقاطعك هنا، ما حكينا بموضوع هل هو دا يشتغل، طبعا احنا واقعيين لانه هو هذا المجتمع، مجتمعنا مفتوح، هل هو يشتغل بالاسود ام بالابيض؟ يعني هذا الموضوع ايضا له تاثير على الموضوع. هو كان يشتغل بالاسود طبعا، وهنا اذا انت تشتغل بالاسود او اذا تشتغل بالابيض، في الحالتين القانون يحميك. أعزائي المشاهدين، بس على مود أوضح كلمة العمل بالأسود والأبيض شنو معناته. العمل بالأسود هو الـ illegal، هو الغير القانوني، الغير المسجل عند الحكومة الأسترالية. يعني الحكومة الأسترالية ما تعرف بيك أنه أنت تشتغل، ما تدفع ضرائب أيضا، ما تدفع ضرائب. العمل الأبيض هو العمل المسجل عند الحكومة، وأيضا مثل ما ذكرت أنه ندفع ضرائب. فحسب ما قالت الدكتورة أنه حتى اللي يشتغل بالأسود يعني مو قانوني أيضا عنده حقوق للإصابة أثناء العمل. يعني فعلا هذا قانون يقدر قوي، يقدر يتصل في أستراليا يعني محامي ويساعده في أي شيء هو موجود حتى لو كان يشتغل بالأسود. وهاي النقطة الكثير من المهاجرين يجهلوها ويخافون. فعلا ويخافون، أكو قسم يعرفوها ويخافون يبلغون، لأنه يقول إذا راح أبلغ راح يروح اسمي على الحكومة، بس إذا أنت تطلب من المحامي أنه اسمك ما ينذكر، ما راح ينذكر اسمك، وتقام دعوة قضائية على أكيد صاحب العمل أو صاحب البزنس. وبالإمكان أنه إذا المحكمة، إذا أكو شيء غلط بالمكان العمل، نعم ممكن أنه يحاكم. هو هذا قصدي، أنه إذا المحكمة وجدت فعلا أنه صاحب القضية إلى الحق، حتى وإن كان بالأسود، إذا سوف يحصل على تعويض. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم. خلاني شرارة ويلة أخو الماء، ما من شمت خباني عشان أغطيني من دا يوما. شوف شما كل دنيا قصرتي خبان دنيا تهران واتي رابا خيقني اديوب امر قطع او شبرت باتا دي واداتي سببي وضعني ضانت خزنجو باتا قاموين عيني واتنت لمني
اعطني واطلبي قلبي قاطع هما شاي ما خير اديو ما طويل قا كل دنيا بتمر قاطع خان ربا كباينا من من شمت خوبني باش النار بعيني من دا يوما شوخ شما كل دنيا باس رديق قبان بنيا خارتا هرانا واتي رابا خيقني اديو بامر قطع عاشقت باتا ديواناتن سببي وضعني ضامت خزنجو باتا قاموين عيني واتنت لمني اعطني واتلبي قلبي قطع هما شي ماخي اديو ما كل دنيا بتمر قاطع خان ربا كباينا اديو بتمر قاطع عاشقت باتا ديواناتن سببي وضعني ضانت خزنجو باتا قاموين عيني واتنت لبني اعطني واطلبي قلبي قاطع هما شاي ماخي اديو ما طويل قا كل دنيا بتمر قاطع خان ربا كباينا دكتورة، بما أنه فتحنا موضوع القانوني، العمل القانوني والعمل المسجل والغير مسجل عند الحكومة، هل التعويض يختلف من العامل المصاب المطالب بحقه من المحكمة بهذا المجال؟ الطالب يعني العامل القانوني يختلف حقه عن العامل الغير قانوني، ولا التعويضات راح تكون محسومة بشكل عام؟ يعني التعويضات راح تكون حسب الإصابة وحسب تقرير الطبيب، لأنه مثل ما قلت أني من تصير إصابة بالعمل المفروض تبلغ، اللي هو تملي الانسيدنتال ريبورت. من تملي هذا الريبورت راح يدزوك على طبيبك، أو راح يكون عندهم طبيب بمكان العمل. أكثرية الأماكن راح يكون عندهم طبيب يتعاملون وياه. إذا أنت ما تحس أو ما تشعر براحة أنه تروح على هذا الطبيب الموجود في مكان العمل، ممكن تروح على طبيبك، هذا من حقك أيضا، لأنه في مهاجرين دا يصير وياهم مشاكل، لأنه رئيس العمل دا يقولهم إحنا عندنا هذا الطبيب، تروح فقط على هذا الطبيب، ما يعرفون أنه من حقه يروح على طبيبه، هو الطبيب عائلة. فهو راح يكتب التقرير أكيد طبيب العائلة، وراح يدزه للمحكمة، وعلى ضوء التقرير وحسب نوع الإصابة كلها هاي راح تنحسب على التعويضات. وأكو شيء مهم ثاني، أنه في حالة صارت حال الإصابة، أكو ناس ما دا يعرفوها أيضا، فرضا أنه صار عندك إصابة بالعمل وجابوا لك إسعاف، الإسعاف من حقك أنه هم راح يدفعوا لك الإسعاف، أنت ما تدفع أي شيء على الإسعاف، العلاج بالمستشفى،
أي علاج تشتريه من الصيدلية هاي كلها على مسؤول العمل هو اللي راح يدفعها، لأنه هنا الواحد من يبدي يشتغل هنا أكو اسمه تأمين، فكل عامل يشتغل عنده تأمين، فهذا الدفع ما راح يجي من مسؤول العمل، الدفع راح يجي من التأمين من شركة الإنشورنس. من شركة التأمين. نعم. رب العمل ما له أي علاقة. أنت أكو ناس تقول لك رئيس العمل مالتي زين وياي وأخاف أأذي إنه يدفع لي، هي ما من رئيس العمل، هاي هي من شركات التأمين. نعم. طيب فلنفرض إنه المصاب أثناء العمل كانت الإصابة، طبعا احنا نعرف انه الإصابات مختلفة على حجم التضرر الجسدي، وقد يكون نفسي ايضا، نفسي ايضا. نعم، لانه نحن نعرف انه استراليا من البلاد اللي تهتم الجانب النفسي لكل اللي يعيشون في استراليا، فايضا هذا يعتبر احد الاضرار اثناء العمل. مثل ما ذكرت وقد يكون أيضا الإصابة طويلة الأمد، صح، ممكن أن تؤدي إلى تلف تام بالحركة أو بتر أو ما شابه، أو ممكن تكون الإصابة يعني تحتاج فقط الفيزيوثيرابي أو ما شابه. شلون تتم احتساب التعويض بالنسبة للمحكمة للشخص المتضرر؟ هو أول ما راح تخلي أنت الانسيدنتال ريبورت اللي قلنا عليه، التقرير مع الإصابة، راح يخلوا لك محامي أكيد، فالمحامي راح يمشي بالقضية وهو يدزها على المحكمة، فمع تقرير الطبيب أيضا راح يتم حساب التعويض، كمية التعويض. ومثل ما قلتي أكو إصابة تكون طفيفة خفيفة تحتاج فقط ممكن عدة أيام إجازة، وفي حالة حتى الإجازة نسينا نذكر هاي النقطة، في حالة الإجازة واحد يحتاج إلى إجازة مدة أسبوع، خلال هذا الأسبوع مصاريف العمل، مصاريف العلاج مثل ما قلنا راح تكون مدفوعة، والراتب وأيضا الراتب راح يمشي، المفروض يمشي، لأن أكو ناس دا يقطعون الراتب، رئيس العمل دا يأخذ الراتب ما دا يدفع له خلال فترة الإصابة وهو قاعد بالبيت، لأن هو قاعد بالبيت دا مثل فترة نقاهة هي. فهاي النقطة. النقطة الثانية إذا كانت إصابة كبيرة بالغة وتسوي إصابة مستديمة، في هاي الحالة أكو تعويض الأخ راح يكون بكمية أكبر، لأنه الشخص هذا ما راح يقدر يرجع للعمل بفترة قليلة، يعني يحتاج له مثلا على الأقل سنة أو ممكن سنتين، أو ممكن أصلا ما راح يقدر يرجع يشتغل بعد. فأكو تعويضات لهاي الشغلات أيضا، هاي كلها تقررها المحكمة مع المحامي مع تقرير الطبيب، كلها هاي تأثر. لهذا قلت أني من تملي هذا الفورم مع الإصابة المفروض المحامي يملي لك هو، لأن هو يعرف يمليه صح، لأنه أي غلط في هذا الفورم حتى غلط بالساعة أو بتاريخ العمل أو تاريخ الإصابة اللي صارت، هاي تأثر على التعويضات اللي راح تحصلها من الإصابة في العمل. نعم دكتورة، يعني ولو حضرتك مو قانونية يعني ولست يعني من ضمن لا محامية ولا قانونية، بس يعني هل عندك فكرة القاضي شلون يتم احتساب، فلنقل انه الإصابة لمدة سنة، شلون راح يتم تسوية المبلغ؟ مثلا الحكومة يعني المحكمة تأخذ بنظر الحسبان الراتب، ايش قد ينفق، ايش قد يحتاج، ايش قد مصاريفه، الايجار، الاكل، الشرب، الفواتير، يعني هاي كلها بالحسبان تاخذها المحكمه. انا ما عندي علم بهاي الشغلات، لان مثل ما قلت يعني ما محاميه ولا دا انطي استشاره قانونيه هنا، انا مجرد كسفيره راح اشارك معلومات اللي دا يسووها بالمايجرانت وركر سنتر حتى نعرف المهاجرين، اللي اكثريتهم ما دا يعرفون القانون هنا، فانا دوري هو بس انه انطيكم المعلومات وتعرفون حقوقكم. اما حساب الإصابة وهاي الشغلات، نعم، هاي كلها تجي على شركة الإنشورنس وتجي على القاضي أكيد هي، نعم، ومع، نعم، تقرير الطبيب. نعم، أتفهم هذا هي الموضوع. صح. طيب دكتورة، بالنسبة لأصحاب الأعمال مثلا أصحاب البزنس، أوكي، هل هم نفسهم يطلع لهم حقوق للإصابة أثناء العمل؟ في
في حالة أصحاب البزنس النقطة المهمة إنه واحد من يفكر يفتح بزنس خاص به أو العمل خاص به، أكو هاي المنظمة اللي قلنا عليها هي الورك سيف، يقدر يتصل فيهم، هم يقدرون يجون على مكان العمل اللي مفكر إنه يفتحه، ينطوك راح يشوفون يدزون الانسبكتورز اللي قلنا عليهم، وأيضا في عندهم مترجمين في حالة إنه الإنجليزية مالتك مو زينة، فيدزوم لمكان العمل، ينطوك حتى أكو مثلا مثل دورات تدريبية أو معلومات، ينطوك المعلومات، يشوفون مكان العمل إذا أمين إذا سليمة كل هالأشياء الموجودة في العمل، ويقدرون يساعدوك بهاي الشغلات حتى أنه مكان العمل يكون سليم وآمن للجميع. لكن مثلا في أصحاب البزنس راح يشغل ويا عمال، فلازم يضمن سلامة العمال الباقين. طيب هل هناك حقوق ممكن أن تتكلمين عليها على العامل أن يتعرف عليها؟ الحقوق، أهم حقوق هي مثل ما قلنا ساعة العمل، أقل شيء هي 19.50، هاي كل واحد لازم يعرفها، لأنه أكو هواية ناس دا يشتغلون حتى $8 أكو دا يشتغلون، وهذا مبلغ كلش قليل. ثاني شيء اللي نقدر نقوله للعاملين، النقطة المهمة هي أنه تقدر تقول كلمة لا في حال أنه ما حسيت العمل آمن، أو ما تقدر تشغل هذا الماكينة، أو ما تقدر تسوي، حتى لو قاعد بأوفيس عادية وفي وائر مجلوخ أو في وائر بمشكلة ما تقدر تشتغل، تقدر تقول أنا ما أقدر أشتغل بهذا المكان، من حقك هذا، وماكو أي خوف من رئيس العمل. حتى إذا تخاف من رئيس العمل تتكلم وياه، مثل ما قلنا أكو الـ HSR اللي هم مسؤولين السلامة، تقدر تحكي وياهم ومعلوماتك تظل خصوصية أنه ما حد ينذكر اسمك هناك. الشيء الثالث أنه اللي دا يصير أنه المهاجرين أكثر شيء ما دا يعرفون في حالة أنه ما دا يدفعوا لهم الساعة المضبوطة، أو دا يصير مثلا تشتغل مكان أو دائرة، إذا في حال مديرك استرالي دا يصير أنه أنت من بلد غير استراليا، فدا تصير مضايقات مثل ما قلنا البولينج، الديسكريميناشن، هاي الشغلات دا تصير، هاي أيضا من حقك أنه تطلب حقوقك بها، لأنه هنا القانون في استراليا يقول كلتنا، كل واحد هو هنا إنسان مهم، كل واحد عنده محمي هنا، القانون يحميك سواء كنت استرالي سواء كنت مهاجر. فتقدر تطلب مساعدة مثل ما قلنا من المايغرانت وركر سنتر اللي هو بالسيتي، تقدر تطلب مساعدة من المحامين اللي هم بالكوميونيتي ليجل سنتر، أيضا يقدرون يساعدوك ويشوفوا لك مثلا مكان إذا ما مرتاح، شوفوا لك مكان الله يساعدوك، يكتبوا لك مثل ورقة ريفرنس ليتر يساعدوك أنه تتحول على مكان العمل إذا ما تقدر ترجع في نفس مكان العمل. نعم دكتورة العراقية المغتربة السيدة ماريان القسمتي، شكرا جزيلا لهاي المعلومات الجميلة اللي اطلعنا عليها بحلقة هذا اليوم عن موضوع سلامة العمل. أعزائي المتابعين، أتمنى أن استفادتم من هذه الحلقة، لأنه هذا الموضوع فعلا يعتبر موضوع مهم، دائما الحكومة تتكلم به عبر شاشات التلفاز والإذاعة، أيضا دائما نسمع الإعلانات والإعلام أيضا يتكلم عن موضوع سلامة العمل لجميع العاملين داخل أستراليا. نتمنى أنه استفادتم من هذه الحلقة، إن كان عندكم أي استفسار بالإمكان أن تكتبوننا على صفحاتنا على السوشيال ميديا أنتون برودكشن حتى نجاوبكم عليها. احنا ما راح نجاوبكم، انما الاختصاصية ممكن ان نجاوبكم عليها. واخير شيء اقول لك شكرا جزيلا لوجودك باستوديوهات أنتون برودكشن، اتمنى اشوفك مرة اخرى لان نتكلم عن مواضيع مفيدة للمهاجرين بشكل خاص في أستراليا. شكرا دكتورة ماريان. شكرا لكم، شكرا للإعلامية رفل، أكيد شكرا للأخ أنطون لاستضافتي هنا، وأكيد إن شاء الله المعلومات كلها توصل للمهاجرين ويعرفون حقوقهم، واللي هو هذا الهدف الرئيسي من الحلقة. شكرا جزيلا. نعم شكرا. أخير شيء أحب أنه أنوه عن الإعلان وجود حفلة للنجم العراقي الفنان سيف نبيل في قاعة لا ميراج في ملبن أستراليا، سوف تكون حفلته يوم 20
3 2020 أكيد راح تكون حفلة مميزة لجميع الجالية، مو فقط العراقية إنما العربية، لأن مثل ما نعرف الفنان سيف نبيل لديه جمهور واسع ونجومية على الصعيد العربي. وأيضا أحب أنه أنوه وأعلن عن حفلة عيد المرأة التي تقيمها لجنة المرأة للرابطة الكلدانية للفنان جيمي ياقو والفنان محمد النجار يوم 8/3/2020. أكيد راح تكون حفلة مميزة بوجود هذين المطربين الجميلين. ابقوا ويانا، خلونا أيضا نشوف ايش عندنا فقرات أخرى لهذا اليوم. أكيد أنا كنت وياكم بهذا الحلقة رفال يلدا، وأقول لكم باي باي. زيتي غاتخ يوم ضيني بلون لين مطخ بلي بي قفاس تخوبخ ويلي عاشق شبرت باتخ خيوتي شغلي بالخ بس يموت خدو تال مليالخ من بون لبيش ميطخ خبوخا مايا قولي بخبالنا بلن قولي برخوخينا لا ليور ميكاتي لاخ انا لياتن خباب لبي اتزري لاخ كلتخ من ياتي شغيلي برشن من ناخ ما جور بليد رخن من ناخ جور بلي قد لا خزن ناخ اينا بزود قم باين نار اي مخني ان رابا من ناخ لم صايا من اللي بي بلطن ناخ تخبط لي درانا من بيانا قولي بخبالنا بلن قولي برخوخينا لا ليور ميكاتي لا انا لا يطل خباب لبي اتزري لا كنت اخمني اتشقيني Three love.
السلام عليكم اخوتي احبتي مشاهدي قنوات انتون برودكشن. نلتقيكم وفنان شاب غناء جميل جدا، نقدر نقول أربعة بواحد. هاي مو حزورة، هذه اللغات اللي يغنيها مطربنا الشاب المحبوب ديفيد حنا، اللي انحدر من المناطق الشمالية في العراق وترعرع ببغداد، وجبرته أيام الغربة أنه يجي لأستراليا. فإحنا بدورنا نتمنى أنه تكون أستراليا إلى محطة فنية ينطلق منها ليكون واحد من مطربينا اللي راح دائما نسمع لهم، ويكون لي أنا الفخر أنه هذا أول لقاء يقوم به العزيز ديفيد من خلال الشاشة. فأهلا وسهلا بكم مرة ثانية، وأخونا ميقرا ديفيد حنا زمارة تسورد كردي عربي وتركي. حلقة دي بوية كبيرة بس امتى زيهاوخ منه وبطلبخ منه عميرا خمك قالي بيا من دي. فعزيزي ديفيد بشينا بيوخ دوغد ميرو خوا أول لقاء الطالخ لم شنجت، نقولها بالعربي لا تشنج. فأخذ راحتك وإحنا راح نحكي بدردشة أخوية، لا إحنا محترفين اللقاءات ولا إحنا محترفين بالتلفزيونيين، إحنا ناس بسطاء راح ندردش بيناتنا. وأخونا العزيز نبيل واقف ويانا مشكور راح يساعدنا بالعزف. شكرا جزيلا أخونا نبيل هوشانا. عزيزي ديفيد بقرنخ سؤال روتيني، دغ بدي لغ زمارة؟ أكيد كزمرة أنا بدي يعني أنه يبدي أخا خمسة شنة لأخا خمسة شنة، بس كزمرة أنا هواية دي أنا من زوروتي يعني طلبوا على مني أزمرنو يعني خشانة زورة، بس ليك بن أومن دي فليد نوب يعني إنه ما طنو أخا إنه دوت نوخا من دي أدخا، بس الحمد لله يعني مطالي أخا خاصة خاصة يعني هل يثنو ناش قم مهيري لغ بو مندي بسعدته بو مندي لو زورة يعني مثلا من عائلة دي أنا نيخد بابي وساوي هرزماري أنا يعني حاسيلي يبو خمت مني ليطد سعيد سعيد حنا وحنا مرة حنا أو ساوي من زمان يعني أو إذا مر وخشاوة دي لي من ناش تبرسفة تبرسفة وهو لي وقم لي بيرسفة أكيد هو لي بيرسفة ونيخد بابي تامي وبعدين خطوة حاسمي تانو خطوة ننزلوا على البغداد وأنا هولي بريق بغداد يعني لون بريق زاخو ف أيوة لك يعني يعني بنمرخ بيرسيفة ولادة للفن طبعا شريشن دائما أمرخ كل مثواثة زاخو دائما زاخو ويوالا فنانين مفتخرخ بيه. خوني ديفيد دغد ميرا بداية الحلقة إنه آتي زمرة كبيرة لشاني زميرخ سورد زميرخ عربي تركي لأنه أنا متأكد إن عن طريق الهجرة إنه زلخ تركي اللي بالخ لأنه ليلة اللغة الرئيسية ديا، بس سقلت إلى زمارة زامر إنه من ديانة طبعا أنا يعني أنا تركي أنا يعني من عشاق التركي إنه هرجو عراق هرجو بغداد أنا يعني عاجب والي إبراهيم طاط الشمن وإنه من ديانة يعني إنه كزمار إنه رابي محسون وإنه كله زمار ديان ف اتوالي كبير يعني متعمق من التركي كبير يعني هيدا نود لنا حفله اخا قوستراليا وان شاء الله داعخ كبيره ناشي وطلب لنا منه زمرت ايمي لشان بعدت بيو اكيد كحفلات دين يعني اكيد بادخ بسورث بسورث طبعا وبعدين انه بيجا حسب طلبات يعني انا زمر غير خمك دكان يعني كنت خي طالب خمندي يعني خي طالب خمو كردي خا سورث خا تركي يعني حفلات عادية يعني صحيحة على أول خيلة أو عمر جوانقة جول جوانقة بداية العمر فنيا إن طلب لي منه بما إنه أوليجو استوديو تسجيلي إن شاء الله بخيام بطلبخ أول زمرتة هويالو خاصة بيوخ طلبخ من خونا شيرزات أنتون برودكشن هام ساجل طالخ وبويا منه أي هدية طبعا اول مبثره كاميرا اول مروم ايدو مع الشريشي لقبخ من ريشخ كوبخ من جيبخ هاي اول زمرطه طخوني
ديفيد هاوي على حسابه قبيله وت لو انه كاميرا الاخ القبيله اول زمرته ثيلا طالغ من انطون برودكشن من خون انطون خوني زمارة حنا ديفيد حنا خوني ان هذا طلب منه امرتي خقاله بسيمه بسورد مردلو هيلو تدلا نرت مني شك النحا انا كنت بين مرض زيني الدبن ليه بالدم خانة وريخي ليه بالشقلانة مرض زيني الدبن ليه بالدم خانة وريخي ليه بالشقلانة ودمي خلقان تبنوره مز مز تخزوري ولا أخشاد لا نمشي ولا أقول وأوقات النواية اللفوق سبتوني هوردنا وقلت حني ما يمرن ما يمرن طالنا يا أنا كبنا واي لك بالي يعني إبن موجه لطا من دي معين لو زمرته يا عجبالغ كزمرة بس كزمرة يعني التي أي يعني ليلة معينة شو لك فيها وأنا يمرن كلن كبخلق قال بس يموت إن شاء الله دائما خاز خلق هتخا كنت زمرته طالو كبنه وكبيلي كله كبيلخ إن شاء الله أدمني لزمرته خوني حنا خوني ديفيد جنان ساوى أكيد الجنان ساوى بس إيبا كلمات كأنه بطناوية لقلات يعني كأو يعني إذن بأنه كل زمارة مثلا دناف يعني كشعبية ياود لك كتكل ناش يعني ليثن فرق يعني ليثن فرق إن شاء الله تراي ولا كل دناية ولا القشناية ولا ما تهاو يعني هو مجرد أنه أغنية الواد لك وأو يعني من أغاني جنان ساو قلت لي أغنية هوي ثيلي ثيلي تمرقاي ازمير لا يعني قلت لك مشكله قلت لك مشكله بيو يعني لا لا احنا كفن يعني بس احنا قلت لك مشكله نهائيا لانه كلنا خاوخ وان شاء الله دائما كلنا خاوخ سرايب بس امرخ سراي انه كلنا حتى مختلف لهجه ديا بس سرايوخ كلنا كبوخ غذاذي اكيد انه ك يعني نقطه معينه يعني مهمه لانه بالفن انا بالنسبه طالي انا ليثن يعني انها لجان عرباي ولا سورد ولا كردي بس مجرد انه هو من ديانة عاجب لي يعني هو فن يعني هو فني لا علاقة لا بديانة ولا بشو من دي بس مجرد انه ما اعرف غير لجانة كاتي يعني معجب بهم من ديانة ولا لث خفرق يعني كفن يعني طبعا عزيزي ديفيد كل انسان من بعد اوت خمن دي اي مجال بالحياة اي شولد اوت لي إن هاوي مصور أو هاوي زمارة هاوي مطالان دقوتا أي من دي بدايته متأثر بناشي أو لي مطية فإن طلب من ديفيد أمرن بمني ثيروخ من زمارة أتبديلوغ بيه هنا كل لغات يعني بعد خسور ديان
سورث اكيد زميري جان ساوا يعني هو من يعني من انا من زورث اوا اتلوخ توني جابرييل قبله بصراحه مثلا جورج هم هن اتلي خمك اغاني اديهن بس لون ابو لون شمل اللي بوقته يعني هذا بالجديد انه ليذن ولا بصراحه بوق لانه اني ما يعني انا مالك لانه بسبعيناتي وانا ليذن بين زونا يعني ف اطلق جنان ساوا توني جابرييل اتزمرخ لي اغاني دي بحفلات طبعا من شباب يعني اطلع ما شاء الله كبيره لهي دخا يعني ان شاء الله دائما هاي مستمرين يعني وان شاء الله تاوت دائما من دن خمن دن شباب كل يمنين ودائما اوت مستمر لانه حقيقه قابل كبيره بس يميلي وكبيره بصخلم بغزيث اخ عزيزي ديفيد طد ان من ميرن بيرسيفي يعني من زاخو وزمرخ كردي دخيل ازمرت كردي يعني اي بس ما لخن طلب لي منه زمرت كردي طبعا يعني هذا ان انا اطلب لي بشمت خنواث المصورين والموجودين دي بشمال من خلف الكاميرات امرتنا خموال كردي فنطلب من خموال منه ما بمرتي ها ممنون بسيمة عزيزنا ديفيد حقيقة من نلتقي بالفنانين والمطربين نقول عنهم مطربين بمعنى الكلمة حتى لو ما مشهورين إعلاميا بس موهبة الطرب من رب العالمين الله ينطيها مو لكل واحد ينطيها اللي عنده حس
ينقلنا اياه بطرب وبموسيقى. عزيزي ديفيد، احنا باستراليا، شنو الفرق بين فن ببلادنا وفن باستراليا، وشنو الصعوبات اللي تلاقيها هنا؟ اكيد يعني كفن، يعني اتمنى لو اكون ببلادي، طبعا بلدي، لانه هناك اكو يعني كل شيء متوفر، يعني هنا شوي الا الامان. الا الامان، الا الامان طبعا، واللي هو موجود هنا. اي طبعا، يعني هذا يعني يتفضل على كل شيء طبعا. كفن يعني باستراليا شويه بصراحه يعني يعني شويه ميت هو بالكفن، يعني المطربين ما وصلوا للمرحله. يعني شنو الاسباب، شنو الاسباب المطرب ما يوصل؟ مع العلم اكو متلقي، اكو ناس تسمع طبعا، اكو، بس يعني مو بكل سهوله، يعني هنا شويه صعبه. يعني الهم انه الجاليه العراقيه يعني المسيحيه وال اي جاليه يعني او يعني اي واحد يكون انه ما يقدرون يوصلون. يعني اكو طبعا كل التواصلات الانترنت وكل شيء، بس انه يعني ماكو مساعده في هالشيء. طبعا انه هسه يعني بفضل الاخ شيرزاد والقناة انتون برودكشن، انه بفضل انه ان شاء الله راح يصير هالشغلات، راح تصير، راح نوفرها ان شاء الله. بس عزيزي ديفيد، انتون برودكشن يسوي اللي عليه، لانه انسان يحب شغلته هاي ويحب يقدم فن. بس اذا الفنان ما يجبر نفسه وما يتعب طبعا وما يقول اني موجود طبعا، لو مهما يكون مثل لاعب كرة القدم يتمرن شهر، اذا نزل للساحة وما يقدر يلعب شنو فائدته؟ فانتو شنو المطلوب منكم هسه؟ هنا عندنا كل الناس وراكم، بس انتو شنو المطلوب منكم؟ اكيد المطلوب عندنا نتعب على فن، وعلى يعني اذا نريد نوصل مرحلة مثل ما واحد ما يقول يريد شيء يعوف شيء، يعني لازم نوصل نفسنا بنفسنا، لانه اعتماد على غير ناس يعني بصراحه شويه صعب. اكو يعني من يساعدون، بس يعني بالاخير لازم واحد يساعد نفسه. يعني الفن تعتقد يعيشك هنا باستراليا كمعيشه كامله؟ كمعيشه كامله لا. يعني انت مجبر تشتغل؟ لا الفنان هنا ما يشتغل يعني بصراحه، انه يعني انه اجباري. يعني هنا الحياه مو مثل العراق، انه اكو هوايه يعني اكو هواي شغلات انه لازم واحد يسويها هنا، يعني مو مثل بلدنا. يعني صح ماكو، ما كان اكو اي شيء متوفر، بس ما كان اكو مثلا، شلون اقول لك، يعني هنا اكو خلينا نقول الدفوعات والقوائم، ويعني انه مجبور ماكو، ما عندك اي حل. يعني طبعا اني سالت ديفيد هالسؤال مو داحرجه، ولكن بس حبيت أنقل صورة لكم إنه الفنان ترى حياته مو سهلة. الفنان حالة حالكم، عنده مشاكله، عنده قوائمه، عنده دفعاته، عنده معوقات الصعبة هنا بهالبلد هذا. فلا تعتقدون إذا أكو 500 واحد قاعدين وهو لازم الميكروفون ودا يغني إنه هو أسعد إنسان، لا. إذا أنتم ما توقفون وياه فحياته راح تكون أصعب من الصعب. فأتمنى باسم أنطون برودكشن ومن هالمنبر الجميل نقول لكم وقفوا يا الفنانين، سامحوهم على غلطاتهم، إحنا بشر ولازم ندعمهم. إذا إحنا ما دعمناهم راح يجي واحد يحكي إنجليزي ما يفتهم إيش دا يقول، راح يقول له تعال غني لي. فأتمنى أنتوا وإحنا وياكم، ما راح نقول إحنا قدامكم، إحنا وياكم ندعم الفنانين الشباب اللي متأكد يوم من الأيام راح يكونون من عمالقة الفن. راح نرجع الخوني ديفيد حنا، حقيقة صوته جدا جميل وشاب. قلنا ببدايتنا 4-1، هذه مو لعبة وخسر 4-1، لا، 4 لغات يغني، غنانا باللغة الأشورية، غنى بالكردي. راح نروح لبغداد، وما أجمل بغداد. يعني أخونا العازف صعد ويانا،
حمته الحمية من سمع بغداد، وكو من يسمع بغداد وما يصعد وياه اللحن الحساس. فديفيد ايش تقدر تغني لنا عربي كموال، بالأخص شوارعنا ببغداد هسه تتقاتل، نقول لنا الحرية اللي نريدها، اللي هزمتنا من هناك وجينا هنا ما ندور نعيش، بس فقدنا حرية هناك راح نعيش هنا، وإن شاء الله يوم من الأيام نرجع نشوفها بشوارع بغداد. ومنطور عليك ديفيد، أدري أنت جاهز للموال، بس لا تبتشين، الله يرضى عليك. ما حد يقول لك هلا، 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 كلهم غرب يا هدي، وانا بعد العراق الابي مكل يا هو الي. بالغربة ما حد يقول لك هل، لأن كلها غرب يا أهلي، وأنا بعد العراق الأبي ما تقول لي ياهو إلي. اشتاقيت لم أروح أنفد ولم، أنا اشتاقيت لأمي وضحكتك يا أهلي. غلطان تترك هلك لو ترحل انت الغرب، خسران تترك هلك لو ترحل انت الغرب، بالغربة ليلك تشوفها صبح وصبحك تشوفها غرب، روحي علي بجد كافي مدلة وغرب. روحي علي بجد كافي مدلة وغرب، أنا البغداد أرجع زحف واشبع بجي يا مهلي يا هلي يا هلي هل، ما حد يقول لك هل، صرنا غرب يا هلي يا هلي يا هلي يا 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 هلي. يعني أنا اللي أعرف عن نفسي، يعني مو مقدم برنامج، وهالموال هذا بتشاني حقيقة بتشانة، بس شو نسوي، هذا واقعنا. وإذا قلت منو هلك، إحنا هلك مهما كانت غربة الأوطان، فإحنا إن شاء الله بيناتنا أهل بعضنا، وإن شاء الله ما غلطان وما راح تكون خسران، ودائما بين أهلك وأحبابك راح تكون دائما أنت الربحان. مرت على الأغنية العراقية الكثير من الأجيال، احنا نقول أجيال كأجيال غنائية مو بالعمر، فإحنا تربينا على جيل غير اللي أنتوا جيل اللي جيتوا ورانا تربيتوا عليه. أنت كجيلك تربيت على أغاني ودندنت بيها، إذا قلت لك تباوع على هالسيديات اللي قدامك وقعت عينك على سيدي، ياهو راح ترجع وتدندن له؟ أكيد الفنان كاظم الساهر والفنان كريم منصور. دندن لي شيء من كريم منصور إذا أتت، لأنه كاظم الساهر أنا ما أغني أدندن، أدندن الكاظم. الحرية لك. Thank you.
يقاس العمر ما ظلت وش البيت يقاس العمر يقاس العمر ما ظلت وش ويا جرحي ليش وقت تنزل وش البيت يقل لي ليش متمرمور لك احنا طبعا حقيقة ما يعجبنا تتخلص الغنى لانه الحكي وياك نقدر نوقف ساعات نحكي بس الغنى جدا جميل خوني ديفيد احنا اكو وضع مفروض علينا بالعراق حاليا اللي هو مظاهرات وساعة التحرير طبعا انت سمعت بيها وده تشوف الاخبار اذا طلبت منك لذول الشباب اللي شما نسوي ما نقدر نوافيهم حقهم شما قلنا انه احنا باللي سووه هم قليل اذا قلت لك تقدم لهم فد اغنية بسيطة او موال او اي شيء يخطر على بالك لذول الشباب عندك شيء تقوله ولو او تقدم لهم كلمة يجيب له فد شيء يعني انه موجه قبل لهم يعني لانه الحدث كبير جدا وانت ما تريد تقدم لهم فد شيء بسيط لازم تكون فنقدر نقول اذا تحضرنا تعطينا فد اغنيه ولو وطنيه تحضر على بالك يا ناس اخذوني لبلادي ما اقدر على الفراق قلبي جرح وينادي وينك يا وطن اشتاق يا ناس اخذوني لبلادي ما اقدر على الفراق قلبي جرح وينادي وينك يا وطن اشتاق لو بي الوقت يمسى عراق وابك ما انسى لو بي الوقت يمسى عراق راجع يا وطن ثاني أخذ ناسي بحضاني عندي وطن ظلت بس مشتاق له ويا عذاب ما قدر يوصل له عندي وطن ظلت
مشتاق له ويا عذاب ما قدر يوصل هذا حرموني من الما يرحمون امنيتي ارجع لكن شلون شلون حرموني من الما يرحمون امنيتي ارجع لكن شلون شلون ما اقدر ارجع هي هاي المشكلة عندي وطن ضليت بس اشتاق 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 عندنا وطن بس وطننا مجروح صحيح لكن مثل ما عندنا وطن عندنا شباب تدافع عنا وحتى لو بالأغاني فالموال اللي قلته مهدي لذول الشباب حقيقة دائما شعورنا للوطن وأمنيتنا كلنا نرجع بس شلون نخلي الزمن يقول وإن شاء الله دائما العراق سالم عزيزي ديفيد طبعا الحديث وياك جدا جميل اتمنى نقضي وياك ساعات وساعات لكن ما نريد نطول عليك لانه ما نريد حديثنا يكون ممل ان شاء الله نرجع وياك بعد سنه او بعد سنتين لناخذ موعد وان شاء الله توافق نقعد نحكي وياك ان شاء الله تكون فنان مشهور بنفس اللي طاقة اللي عندك طاقة الفنية أخوتي أحبتي مشاهدي أنتون برودكشن مرة ثانية الشكر الجزيل لكم لصدوركم الرحب اللي كان ويانا وإحنا نسمع فنان شاب إجا من الوطن لهالغربة ليشق الطريق ويكون إلنا فنان دائما يمتعنا بفنه في نهاية حديثنا أقول الشكر الجزيل اللي خلف الكاميرات العزيزنا المصور بشار نمرود وأخونا العزيز عازفنا المبدع نبيل وبما أنه قلنا أربعة بواحد راح نرجع عليها راح أختم اللقاء من اختياره للفنان ديفيد اللون الرابع اللي يغنيه هو اللون التركي فراح أتركك ويا أغنية تختارها لنختم بها برنامجنا لهذا اليوم شكرا جزيلا لمتابعتكم أخوتي أحبتي المستمعين كان وياكم أخوكم سعيد يونان Oh.
دنيا الخبر يا زمان خمان امان امان امان